أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشر عبر الرسائل الجوال في العشر الأخيرة من رمضان تحديد ليلة القدر، وذلك عن طريق رؤيا لبعض الصالحين، وذكر أن هذا تكرر في سنوات ماضية، فما هو الضابط في ذلك؟ والله هذا اطلع على علم لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما عرفها ولا حددها للناس، وإنما حثهم على تحريها في الأوتار، وكان يتحراها صلى الله عليه وسلم وما حددها. هذا يعني جاء بعد الرسول وعرفها، ما هذا الكذب والافتراء؟ وهذه الجوالات احذروها، لأنها أصبحت وسيلة لترويج البدع والخرافات والرسائل المكذوبة في الغالب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.